ما حسيتش النهارده ان هيثم قدر ان هو يتعامل مع النادي الاهلي، ولا هو كامل العدد، ولا ان هو يلعب بشكل دفاعي، ولا ان هو الملعب مفتوح، ولا حتى لما ناقص واحد كان المفروض ان هو يتراجع ويبقى عارف ان الامور هتبقى صعبه جدا امام النادي الاهلي. كل ده ما شفناهوش، لدرجه ان هو بيلعب 10 كنت حاسس ان هو فاتح الملعب تماما، خطوطه كلها مفتوحه، النادي الاهلي بيخترق من اي مكان. رايك؟ كل كلامك صح. يعني هقول لك على حاجه، احنا لو احنا ما نعرفش ان مين المدير الفني بتاع سيراميكا انا هتلخبط، يعني مش هعرف هيثم شعبان. هيثم شعبان مدير فني كويس قوي وبدا كويس جدا وطالع من الدرجه الثانيه. هيثم مدرب كويس حقيقة، مدرب كويس وشخصيه كمان حقيقة محترمه جدا وهادي وهيبقى مدير فني يعني محطوط في الخريطه طبعا بشكل قوي، يعني في اللي جاي هيبقى زي ايهاب جلال وزي حسام حسن مع الاحتفاظ بالالقاب وعلي ماهر والمديرين الفنيين اللي اثبتوا بقى لهم كتير في الدوري المصري واحمد سامي. فاحنا بنتكلم، لكن انا في حاجات، اول حاجه سيراميكا انت بتلعب قدام النادي الاهلي وبدات بخمسه، اتطرد منك واحد جون، فانت عندك ناشئ حمزه، طبعا لازم اقول على حمزه معوض اضم صوتي ليك يا سيف طبعا، وانا يعني بشكرك ان اي ناشئ وهو طالع، انا بحط نفسي وانا صغير وطالع بلعب ماتش قدام الاهلي وحارس مرمى ويبقى في اربع تجوان منهم كورتين ثابته، في كره اللي هي الكورنر وفي كره دي تعتبر كره ثابته بتاعت ياسر ابراهيم وضرب الجزاء وهدف قفشه ما تقدرش تعمله حاجه، تصويبه من بعيده معموله بشكل حلو جدا، والهدف طارق سامي ده اون جول فما يقدرش يعمل حاجه. لكن كل الكره اللي دكتور طه اتكلم عليها بتاعت محمد هاني طلع، لا فضل، هو في حاجات عنده، يعني في حاجات طبعا اخطاء عنده، ولكن التجربه نفسها صعبه. طبعا انت بتنادي حارس في ماتش الاهلي وانت 10 والامور بتتدربك، هدف في 2 في 3، فانت نفسك مرحله تصليحك للاخطاء خلاص، انت بيجي عليك كره كل 3 4 دقايق، فالامور صعبه. صح، فعشان كده لازم ده اللي محتاج سبورت، ده اللي محتاج دعم، محتاج ان انت احنا نقف جنبه، وهو النهارده بدايه مبشره ربنا يكرمه. لكن احنا بنتكلم على المدير الفني، انا النهارده انا شايف ان هيثم قرايته للمباراه، احداث المباراه لا طبعا مش كويسه، يعني انت بدات بخمسه طرد منك واحد، عملت تغيير الشوط الاولاني فضلت محافظ، نزلت الشوط الثاني الاهلي كده كده خلاص هيتدخل، ويمكن دكتور طه اتكلم ان 41 هدف دايما 43 هدف في الشوط الثاني، ابتدى الاهلي يباصي على الارض، طول ما بتعمل بتباصي كتير يا سيف هتجيب ثغرات، ما تدخلتش انت، فانت مالكش يعني مالكش هويه. انا ما كنتش حاسس بهيثم النهارده بصراحه بقولها لك، لكن انا شايف ان النادي الاهلي لعب كويس جدا، تغييراته جيده جدا من الدقيقه 82 خلاص، النقطه اللي انت بتتكلم فيها اللي هي التسويق او كابتن عبد الظاهر اتكلم فيها موضوع تسويق اللعيبه، من الدقيقه 80 ابتدى يسوق او يدي فرص لسعد سمير لمحمود وحيد مروان ينزل، خلاص هو ده النادي الاهلي عاوز من المباراه، الدوري يولع، الدوري يولع وحلو جدا، هي دي حلاوه كره القدم. صح. الفتره الجايه والاسابيع الاخيره بتهيألي هنشوف كوره وهنشوف حاجات، هي دي كره، هي دي فعلا كره القدم.